ابتديت اخش الجيش. يعني ابتديت يعني سنه ورا سنه ورا سنه دخلت الجيش. دخلت الجيش لعبت مع الكابتن حمد امام فلعبنا، انا جبت 5 اجوال. فكان اليوم ده عندي 20 سنه. فحمد امام قال لي المقدم بتاعي، قال له انا عايزه واوديه نادي الزمالك. تمام. فانا استورجي مابوليا، قال له ما اقدرش لان ده الاستورجي بتاع الجهاز وبتاع. قال له ده عنده موهبه وحريف وكويس. انا ابتديت ان انا يعني اشوف نفسي بقى. يعني ما نفعتش في كوره، ابتديت ان انا الجا في الفن. عملت الشريط الاولي اللي بتاع اسمه سهر الليالي، ازاي في فيلم المتمرد. يا سهر الليالي ليه تشغل بالي، رجع لي حبيبي يطفي لهيبي يا سهر الليالي. مثلت مع عادل امام في المين، النوم في العسل، وراه في الجامع. جينا في فيلم التجربه الدنماركيه. انا بلعب الجرس بتاع الملاكمه. المهم ادى من الساعه 4 العصريه لحد تاني يوم الساعه 6 الصبح بنصور المشهد ده. يعني قصه حياتي كفاح عصيره جدا. انا استورجي مابوليا، اشتغلت في حواري بولاق، اشتغلت على السطوح، اشتغلت تحت السلم.